ملي كتوصل للواقع ديال شي ناس كيصيفطوا لك ميساج وكيقول لك سير انتحر باش نقول لكم بانكم مجرمين. صباح الخير والبركه والتيسير عليكم. على مدار سنوات في شهره الانترنت ما ربحت ديور، ما ربحت فتادن، ما ربحت مواقن، ما ربحت ثروات، ما ربحت اشهارات، والحمد لله ربي الحمد لله سترها معايا، لان كنامن بان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ورغم انني اليوم بحال كنبدا من الزيرو وما خلاوكش، يعني تشوفوا كتالم نهار بنهار وما كيخليوكش، حتى التالم ما كيخليوكش. انما ربحت حاجه كبيره بزاف من هاد الشهره ديال هاد الناس، هي حب الناس. والحب كيعني الاحترام، كيعني التقدير، وكيعني كذلك على اننا نكونوا متعايشين مع بعضياتنا. ملي كتوصل الوقاحه ديال شي ناس، الوقاحه قليله، ملي كيوصل القيح ديال شي ناس على انك كيصيفطوا لك ميساج وكيقولوا لك سير انتحر، انت مازال عايش، سير تموت. تصور هذا الميساج يوصل للانسان اللي هو عنده واحد حبل قصير ما بين الحياه وما بين الانتحار، شنو يكون؟ ورغم جبل الهموم اللي دزت منها، ورغم جبل التجارب القاسيه اللي عشت منها، انما حاجه وحده ما مشاتش، هي ايماني بالله سبحانه وتعالى، وايماني بانني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ولين كيوصل القيح ديال المقيحات يصيفطوا لك يقول لك سير تنتحر وسير تموت، ما بقاش حتى هذا الكنز اللي ربحنا من عند الناس. لذلك اتفهم كثيرا من كتسمع بنادم بات ما صبح، ولا بنادم انتحر، ولا بنادم مشى، لان كلام المقيحات والمقيحين حقاش فتوا الوقاحه كيقتل بعض الناس اللي كيكونوا شويه مهزوزين. وهذا اكثر من الجرم المشهود، هذا راه جرم بمعنى الكلمه، لانك تحدت واحد الانسان على انه يدير واحد الحاجه اللي هي كتسيء بحياته، بمجرد على انك ما كتحملوش، بمجرد على انك ما كتحملش كيفاش هو، بمجرد على انك ما كتحملش الطريقه ديال حياته، كتانيسي على الجرم وكتانيسي على انه يسالي كاع هو بحياته. اقولها واعيدها، المقيحات المنبلات اللي صيفطوا لي ميساج ديال سير تنتحر سير تموت، بحال اللي كان وقع لي المشكل في 2018، واحد صيفط لي قال لي فوقاش وقتك ديال الانتحار. انا في 2022 وما تنحيت عندك ذلك، وهادشي اللي كنقولت انا المقيحات عمر مصاعب الحياه ما خلاتها انها تزيد لقدام. وهذا الفيديو درتو باش ماشي نقول لكم ما كتهزونيش، لا، باش نقول لكم بانكم مجرمين بجرم مشهود، لان بسببكم مجموعه ديال الناس كتقضي على حياتها بمجرد كلمه كتطلقوها من القادوس القرقاري الخانز ديال فواكم ودفواتكم، اللي كيخليو على ان واحد الانسان مهزوز يمشي عند الله، لان ماشي كلشي عاطيه الله سبحانه وتعالى القدره على التحمل ديال صعاب الحياه اللي كنمروا بها جميعا. لان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، لما نقول لكم اتقوا شر نفوسكم، لان العقرب كتموتوا سما. نهار مبروك. امتى خربوجه؟ خليك امتى غادي يدخل؟ كنتسناو غير احسن دي او بي حسن كورتي يسالي لي صويخ من ارض مكناس وسط الاسواق غني، وش علي انا من الناس وش على الناس مني، صويخ من ارض مكناس وسط الاسواق غني، وش علي انا من الناس وش على الناس مني، وش علي يا صاحب من جميع الخلايق افعل الخير تنجح.
حقايل لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق، لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق. خذ كلامي في قرطاس واكتبه حرز عني، وش علي أنا من الناس وش على الناس منك. واش ما كاينش الصوت؟ إلا ما كاينش الصوت قولوا لي، قولوا لي ما كاينش الصوت. تسورينا ليلى روز خاف جاوبك عم سدي الدين ورجلين دابا نوريها لكم قريب. واحد لقيتي ديك كنت فين ما تمشي طنجة كون شي افتتاح ولا شي حاجة تغنيو ديك الاغنية شناهي ولا حطات غزال دقيقي سين وسمه الله سميتها دنيا شطيحة شطيحة نسري في كاملين عالمية طنجة جداد جداد الدجاج كيقولوا جداد ما بغاش تخلي راسه الجداد ما الجداد كيقول اشنو تاكلي الجداد صافي خصني شي مهرجان مع غرباوة باش نغني لهم شطح على كيتو اهلا خليكم معايا خليكم اهلا 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 توحشتك يا اختي مرحبا بك شتي كيف الحال مزيان بخير الله يلاحظك تغير لاباس عليك الحمد لله صافا امي الله يحفظك عاود ليا مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.